أهلا بكم مجددا، ونرحب بحضراتكم دائما على شاشة قناة النيل الأخبار، ونحييكم بشكل خاص في مستهل هذه التغطية الإخبارية الخاصة على الهواء مباشرة. معكم في هذه المساحة من النقاش والمتابعة نفتح معكم ملف الطاقة في مصر بتفاصيل كثيرة مرتبطة به وتطوراته خاصة في الفترة الأخيرة. بحثنا ونقاشنا في هذا الملف يأتي على هامش هذا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم، هذه الشركة البريطانية العملاقة العاملة في مجال البحث والتنقيب والاستكشافات المختلفة في مجالات الطاقة المختلفة. فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم على الأهمية التي توليها الدولة المصرية لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة. ونبدأ معكم على الفور النقاش بمحاوره المختلفة والمتعددة، ودعونا نرحب بأول ضيوفنا في هذه النقاشات المختلفة، دكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية. أهلا بك دكتور حسام. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أبدأ معك بمتابعتك لهذا اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس شركة بريتش بتروليوم. طبعا في البداية أحب أحيي حضرتك والسادة المشاهدين وأقول إن احنا الدعم الرئاسي لهذه المنظومة أو لقطاع البترول هو أحد الأسباب الهامة اللي بتخلي قطاع البترول في مصاف الدول العالمية والدول الخاصة في الشرق الأوسط والعربية. دعم الرئاسة ادى نوع من أنواع الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، خلت كل الشركات أو معظم الشركات العاملة في هذا المجال تبحث وتنقب عن التعامل مع مصر، مش عن الغاز والزيت، هي عايزة تتعامل مع مصر للثقة المفرطة اللي بقت موجودة. وأبدأ من أول ظهور أو اكتشاف حقل ظهر في شركة إني الإيطالية، ودي ادت انطباع عالمي إن في دعم رئاسي وفي حالة من الاستقرار الأمني، ادت الانطباع للعالم كله إن مصر واعدة في هذا المجال. وبناء عليه الزيارة بتاعت امبارح أو لقاء امبارح أحد التأكيدات الأخرى لشركة بي بي، خلت النهاردة في عندنا ضخ استثمارات جديدة حوالي 3.5 مليار دولار في الثلاث سنين القادمة، وهي شريك الحقيقة شريك قديم جدا مع مصر أكثر من 60 سنة في مجال المواد البترولية بشكل عام. عظيم. طيب انت حضرتك بتتكلم على استثمارات جديدة ب 3.5 مليار دولار. 3.5 مليار دولار سيتم ضخها خلال الثلاث سنوات القادمة. دي الشركة بتتحملها دكتور؟ شركة فقط هي اللي تتحمل هذه الاستثمارات في الضخ، لان هي في الاخر هي شريك، والشريك هو اللي عليه الدور ان هو ينقب ويبحث ويستكشف ويستخرج، وبعد كده احنا اصحاب الارض، وبالتالي الشراكة بتبقى هنا هو يعمل كل حاجة، وبعد كده نتحاسب او نشوف النسب شكلها ايه. طب اهم المجالات اللي بتعمل فيها بريتش بتروليوم، هي طبعا واحده من الشركات العملاقه على امتداد العالم، وده كان لحضرتك يعني تلفت انظار مشاهدينا لاهميه هذه الشركه او قوتها على مستوى العالم. هي شريك اساسي، واحده من اربع شركات على مستوى العالم من القوه في انها بتعمل عمليات استكشاف وتنقيب وبحث. احنا في مصر ال 60 سنه اللي فاتت شركه بي بي بتشتغل في حقول البترول هو الزيت اغلب الاوقات. نعم. مش الغاز، يعني الغاز اني ممكن تبقى هي نمره واحد في الوقت الحالي وبعض الشركات الاخرى اللي موجوده في البرولوس، لكن بي بي بتشتغل في الزيت، وبقول لحضرتك ان احنا بقى لنا اكثر من 60 سنه بنستثمر معاها او هم شراكه معانا مستمره بدون خلافات، بالاضافه لبعض الشركات الاخرى زي اكسون موبيل زي شيل، يعني من ذكر اسماء اكثر من كده عشان الساده المشاهدين يعني ما يحصلش تضارب عندك. لكن احنا النهارده بصدد لقاء امبارح، وامبارح ده ليه اكثر من مدلول واكثر من منظور، اهمهم على الاطلاق الدعم الرئاسي. طيب هذا الدعم الرئاسي بيدي انطباع وثقه للاخر اللي هو الشريك اللي موجود، اذا كان هيجي حد جديد او اللي موجود فعلا انه مستقر وان في وضع مستقر بعد اللي كان حاصل ما بين الثورتين. طب قبل الحديث عن عناصر جذب مثل هذه الشركات لتواجد في اي دوله، دعنا فقط ننتهي من هذه المسألة المرتبطة بالشركة، طبيعة عملها يعني في مصر، هل هي قاصرة فقط على البترول البحث عن البترول فقط؟
لا هي بتشتغل في اكثر من مجال بالنسبه لمصر، لكن الاهم بالنسبه لها هو البترول. لكن هو كل ده خطوات من اجل ان تبقى مصر مركز اقليمي للطاقه، مش للزيت او للغاز فقط لا غير. يعني انت عندك النهارده الربط الكهربائي اللي موجود مع اوروبا في اليونان وقبرص، وربط كهربائي موجود مع الاردن مع السعوديه جنوبا مع السودان، كل هذه المناطق بتخلي مصر مركز اقليمي للطاقه ككل. الطاقه مش بس زيت، مش بس غاز، لا ده كل ما هو طاقه، واهمها طبعا في الوقت الحالي هو الغاز نظرا للظروف البيئيه او الامور البيئيه الخاصه بالتلوث وما شابه، وخاصه بعد كوب 20 بسبب يبقى بي تشترك في كل هذه الامور، لكن هي الاهتمام الاكثر والعلاقه الشراكه اللي موجوده بدايتها زيت. ما نطاق عمل الشركة مفتوح في أي مكان في مصر يا دكتور؟ متاح لي أي حاجة، دي بتبقى مزايدات عالمية بتدخل فيها كل الشركات، وبعد كده بيبتدي أفضل العروض من حيث الاستثمار من حيث الاتفاقيات يرسوا عليها المجال. الحقيقة مصر يعني عندها أكثر من أماكن أو أكثر من مناطق تميز وامتياز، وخاصة في الفترة الأخيرة بدأنا نشتغل على البحر الاحمر، مش بس البحر الابيض هو اللي كان فيه شغل، كله البحر الاحمر النهارده فيه اكثر من مناقصه عالميه للبحث والتنقيب عن الزيت والغاز في الشواطئ او في المياه الاقليميه الخاصه بالبحر الابيض والاحمر بجمهوريه مصر العربيه. عظيم. طيب حضرتك في اكثر من نقطه في تحليلك او في حديثك المبدئي اشرت الى فكره الدعم الرئاسي لمثل هذه الشركات لتواجدها بقوه في السوق المصريه، لكن يقينا هناك امور اخرى بتتطلبها مثل هذه الشركات للتواجد في اي سوق، فعناصر الجذب او ما الذي تتطلبه مثل هذه الشركات العالميه العامله في مجال الطاقه للتواجد في اي دوله؟ طيب خليني اتكلم بشكل عام مش بس عشان مصر، لكن هو اي راس مال بطبيعته بيقلق على نفسه او بيخاف على حاجته، والطبيعي ان هو يشتغل مع المناطق او الحكومات اللي ما فيهاش قلاقل ولا فيها مشاكل ولا فيها اهتزازات، ليه؟ عشان راس المال. وبالتالي نمره واحد اذا كان في دعم من الحكومات او الرئاسه، نمره اثنين انا بتكلم بشكل عام على مستوى الدول، نمره اثنين وده الاهم الجدوى الاقتصاديه. الجدوى الاقتصاديه للمناطق اللي بيتم البحث والتنقيب فيها. الحقيقه مصر بتتميز، ودي برضو من الحاجات الغريبه ان سبحان الله ان مصر واعده في الغاز اكثر من الزيت. يعني حضرتك هتلاقي اسيا زيت اكثر، افريقيا شمالا هتلاقي ليبيا وغيره وغيره زيت اكثر. مصر واعده بالغاز اكتر، ودي بالتالي بتخليها ليها اولويه في البحث، طالما ان الزيت النهارده باتجاهه ايهما اهم في سوق الطاقه؟ الغاز. الغاز في الوقت الحالي، لان الغاز ليه استخدامات عديده وليه قيمه مضافه من خلال الصناعات البتروكيماويه، بالاضافه لانه صديق البيئه، بالاضافه لانه الوقود الاحفوري او الزيت عموما باتجاهه للنضوب، وده اللي بيخلي العالم كله بيدور النهارده على الطاقه البديله او الطاقه المتجدده زي طاقه الرياح، طاقه الشمس، طاقه الامواج. الغاز الطبيعي لسه لحتى الان ما تمش استغلاله الاستغلال الامثل او الكامل زي الزيت. الزيت بقى لنا سنين وسنين وعقود كثيره جدا الزيت بيتم استغلاله على مستوى العالم، وبدايه الثوره الصناعيه بدات معاه. لكن الغاز اكتشافاته اولا مكلفه، ثانيا وخاصه لما يكون في المياه العميقه، يعني احنا مثلا عندنا حفر الظهر الغاز بعد 600 متر من سطح الماء، وبالتالي ليه تكاليف باهظه شويه، لكنه في الاخر العائدات بتاعته بتمثل جذوه اقتصاديه ذات قيمه، وبالتالي ده العالم كله بيبحث عنها وبالذات الشركات العامله في هذا المجال. هل معروف حجم الاحتياطي لمصر من الغاز الطبيعي يا دكتور؟ بالنسبه للظهر اللي هو 30 تريليون قدم مكعب، ده المقترح، لكن احنا في عندنا حقول اخرى زي حقل نرجس. اتفضل.
لا انا دي الحقول اللي تم اكتشافها، انا اه بتكلم في تتكلم العموم. في يعني انت العموم. لا حضرتك بتتكلم على انه مصر لديها يعني ثروة كبيرة من الغاز الطبيعي، فهل في بعض الدراسات او بعض الابحاث حددت او نجحت في تقدير ما تمتلكه مصر من لغايه احتياطات؟ دلوقتي الابحاث وما شابه كلها بتشتغل على المتوقع مش المؤكد، وبالتالي احنا بنشتغل في رقم تم الاعلان عنه في المتوقع؟ لا في الوقت الحالي، لا في الوقت الحالي كله تحت البحث والتنقيب. يعني مثلا حقل الزهر ده قعدنا نشتغل فيه اكثر من 3 سنين عشان نوصل للتاكيد. يعني قعدنا من بدايه الرئاسه 13 بقى لما تم الاعلان عنه في 2015، ثم بدا حيز التنفيذ عشان نوصل لمرحله الاكتفاء الذاتي 18 2018. وبالتالي فأنا ربما بسأل حضرتك السؤال ده تمهيدا لموضوع ربما سؤال تاني أثير في الشارع أو بين اللي هو الناس عندما تم الإعلان عن حقل ظهر وهذه الاحتياطات الضخمة من الغاز الطبيعي، فالناس استبشروا خيرا بحياة فيها شيء من الرفاهية والرخاء مستقبلا، إنه هذه الاحتياطات أو ما نمتلكه من غاز طبيعي من الممكن أن يوفر عملات صعبة يمكن ضخها في نواحي اجتماعية واقتصادية مختلفة في الاقتصاد المصري، خاصة إذا ما علمنا أنه ربما هناك بعض الدول اقتصاداتها بتقوم بشكل أساسي على امتلاك الغاز الطبيعي. أنا أحييك الحقيقة على السؤال ده، وخاصة بعد المشاكل اللي ظهرت نتيجة انقطاع الكهرباء، وإزاي يقطع الغاز أو يبقى في دفع. في حاجة اسمها الفرصة البديلة. يعني هو النهارده الغاز يغطي ويفيد، بدليل إن إحنا مفيش بيت اتطفى فيه الغاز، مفيش نار اتطفت. الغاز موجود في كل منطقة، في كل البيوت، في كل السيارات، في كل المصانع. احنا مشكلتنا جاية في الكهرباء. الكهرباء ليها استخدامات عديدة، يا اما تشتغل غاز، يا اما تشتغل مازوت، يا اما تشتغل سولار، يا اما تشتغل بحر في بعض الاحيان. هنا الفرصة البديلة بتيجي نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية اللي فاتت، السنة اللي فاتت والسنة دي، إن احنا كان عندنا توجه عام إنك عايز تستثمر الظروف اللي موجوده عالميا، بان سعر الغاز وصل لاقصى مستوياته واعلى مستوياته، وبالتالي انت عندك فرصه بديله، وخاصه انك تمتلك مقومات مش موجوده عند كثير من الدول، وهي محطتين الاساله اللي موجودين عندنا في مصر، زائد قربك من اوروبا عن طريق اليونان وقبرص، بيديك فرصه ثانيه انك انت تبقى الاقرب في الامداد والتموين بالنسبه لاوروبا. وهنا بيظهر بقى مفهوم الاولويات. انا عندي بدائل وعندي حاجات كتيره، طب انا استثمر الفرصه البديله اللي موجوده بتاعتي النهارده، ان انا بدل ما احرق الغاز في الوقود او ما شابه، الوقود شغال وكل حاجه، لكن ما فيش مانع ان انا استثمر بان انا اصدر، وخاصه انجهز الفرصه المتاحه اللي موجوده في الوقت الحالي. طيب ده عمل معانا ايه؟ عمل معانا ان احنا عندنا ضخ متتالي ومستمر عشان اقدر اغطي الاحتياجات الاوروبيه نتيجه الذروه بالذات في الشتاء اللي فاتت وبعدها. الطبيعي اي حاجه في الدنيا تاخد منها تبتدي تقل المعدلات بتاعتها. يعني انا كنت بشتغل الاول ب 3.2 من 10 مليار قدم مكعب بيطلع كل يوم، بقينا 2.7. ده وضع طبيعي نتيجه الاستخدامات المتعدده واليوميه. السنه اللي فاتت طلعت حوالي 8 مليون طن غاز، خدت مقابل ليها 8.4 مليار دولار. واكيد حضراتكم والساده المشاهدين والمواطنين كلهم عارفين يعني ايه عمله بالنسبه للبلد في ضوء الاحتياجات اللي مطلوبه للسلع الاساسيه وهكذا. وبالتالي كان في النهارده محك، انا اصدر ولا احرق ولا اودي فين؟ طب ارشد استهلاك عشان عندي فرصه بديله، ولا امنع، ولا اعمل ايه؟ احنا هنا مسكنا العصايه من النص، حاولنا ان احنا نمسك العصايه من النص. يجوز ان يكون في يعني مش عايز اقول ان هو خطا غير مقصود، لكنه سوء تقدير في حاجه معينه بظروف معينه. لا هو ربما يعني اذا اذنت لي بالمقاطعه دكتور حسام، ما يعنينا ربما بعيدا عن جزئيه انقطاع التيار الكهربائي من عدمه، هو الشارع بيتكلم في الجزئيه دي. الخط الرئيس او المبحث الرئيس انه هذا الغاز لابد ان يدر عوائد من النقد الاجنبي او عمله صعبه ضخمه، خاصه انه حتى الرئيس نفسه في مناسبه تحدث عند استيراد الغاز من اسرائيل ان احنا احرزنا هدف او جبنا جون على حد كلماته نفسها، تمهيدا لتصدير الغاز مره اخرى الى الخارج. فحتى في ظل الظروف اللي حضرتك بتتحدث عنها، ارتفاع سعر الغاز في الخارج
ومصر بدأت تصدر على هذا النحو، فمن المفترض نظريا أن يكون في عائد ضخم من النقد الأجنبي أو العملة الصعبة. أنا قلت لحضرتك إن هو السنة اللي فاتت لغاية 30/12 اللي فات كان في نقد أجنبي دخل حوالي 8.4 مليار دولار نتيجة عمليات التصدير من بداية الحرب الأوكرانية الروسية لغاية نهاية العام. تمام. ده بالنسبة لنا يعتبر مورد من الموارد الضخمة اللي دخلت البلد في استثمارات من نتيجة بيع الغاز خارجية. بعد كده عندنا الصيف بقى والشتاء، واللي عارف حضرتك موضوع الاستخدامات، يعني ايه اللي يمنع النار؟ الناس في الصيف في اوروبا الجو حر عندهم، استخدامات الطاقه بقت اقل من الاول زي الشتاء. يبقى احنا عندنا فتره زي فتره توقف جزئي، هنبتدي نرجع تاني للوضع ده بدايه من الشهر القادم، من شهر 9 و10 يبدا زياده التدفقات لاوروبا. طيب. عشان تصدر الغاز. أنا طبعا شاكر لسعادة صدر حضرتك في هذا الطرح والنقاش. أختم معك، كون حضرتك موجود في الغرف التجارية فبشكل أو بآخر الاتحاد العام للغرف التجارية، يعني حضرتك يعني بشكل أو بآخر يعني معني أو بتتابع مسألة تسعير المواد البترولية بالنسبة للداخل أو السوق المصري يعني، فالإشكالية ديت خاصة أنه زي ما حضرتك يعني بنتحدث، وكثير من المتابعات الإخبارية بتتحدث عن اكتشافات ضخمة من الغاز، من الزيت أحيانا، البترول أتحدث عنه، ربما في ذهن الناس أو رجل الشارع البسيط لا يعنيه الحديث عن كل هذه الاكتشافات وهذا الحجم من الاحتياطات الضخمة، ما يعنيه هو التسعير أو سعر ما يقدم ليه في السوق. حضرتك شايف الإشكالية دي إزاي؟ هو الحقيقة المواطن ليه كل الحق إنه يفكر بالطريقة دي، يعني كل يوم بيطلع أخبار، اكتشافات، تنقيب، بحث، اجتماعات رئاسية، اجتماعات مع الوزراء أو مع وزير البترول. طب المردود على المواطن في شكل التسعير، هو المواطن شايف إن أو أنا وغيري وكل المصريين شايفين إن هذه الاكتشافات المفروض تعود بالفايدة على المواطن، بس الأسعار ما تنخفضش. ليه؟ لأن أنا عندي في تكلفة. هو الموضوع مش موضوع ان انا اكتشفت الزيت، طب انا اكتشفته الزيت زيت خام، عشان يوصل لمرحله انك تستفيد منه لازم يكون ليه عمليات تكرير ويطلع منه منتجات. احد المنتجات دي او المنتجات اللي تشتغل اهمهم على الاطلاق السولار اللي هو نقل البضائع والافراد، ثم البنزين للسيارات وما شابه. الحاجتين دولت في معامل تكرير بتشتغل ليها تكلفه وليها عمليات احلال وتجديد وليها الفرصه البديله، وفي جزء منها بيتم استيراده من الخارج. فكان تيجي تستورده من الخارج بتستورده بايه؟ بتستورده بالعمله، العمله نعم. سعر الصرف النهارده كام؟ ده بيعنصر مؤثر. طيب الظروف الدوليه والنقل، يعني انت ممكن يبقى المنتج نفسه موجود بس مش عارف تجيبه. ليه؟ الحرب اللي موجوده، في تهديدات بشكل مستمر بالنسبه للحاويات، بالنسبه للناقلات، بالنسبه نعم. للسكن، وبالتالي كل ده بيرفع التكلفه، وخاصه اذا كنت بتشتغل في انك انت ممكن يبقى من 15 ل 25 من احتياجاتك في المية بتجيبها من بره. طب عظيم. انا تكلفتي اللي من بره دي على حساب مين؟ فانا مضطر ان انا اعمل معاك معادله بحيث ان انا اقلل الاضرار توصل نعم. للمواطن، وانا اتحمل العبء فيما يسمى بالدعم. حقيقي سعدنا بوجود حضرتك معنا دكتور حسام، ونتمنى أن تتواصل مثل هذه اللقاءات والمشاركات مع حضرتك دكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية. شكرا جزيلا لك. أدعوكم أيضا للترحيب بضيفي وضيفكم الذي انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، دكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، خبير الطاقة العالمي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك يا فندم. الحديث جاء في أكثر من مناسبة لسعي مصر لأن تكون نقطة انطلاق أو مركز لتصدير الغاز لمختلف العالم وخاصة أوروبا أو المنطقة المحيطة بنا. إلى أي مدى نجحت مصر في تحقيق هذا الهدف أو الخطوات التي تم إنجازها؟ الحقيقة مصر نجحت نجاح باهر منذ تولي السيد الرئيس السيسي مسؤولية البلد، وحصل انفتاح جامد، وكان فيه خطة موضوعة ان مصر يبقى لها بصمه عالميه في الغاز والبترول او في الطاقه عموما يعني. فكان الخطه ان احنا عدلوا بعض الامتيازات اللي بياخدها المستثمر بحيث ان هو يقبل على ان هو يجي عندنا ويشتغل معانا، وكانوا رسموا الحدود بيننا وبين الدول المجاوره لنا سواء في البحر المتوسط في البحر الاحمر عشان يجي المستثمر ويشتغل في امان. وبدات من هنا الانطلاقه،
في ان امنت كل حاجه للمستثمر، بدا المستثمر يشتغل، وكانت اول حاجه اللي هي عقد ظهر مع بريتش مع شركه اني، وكان له نجاح كبير. هذا النجاح ساعد مصر على ان يجي شركات اخرى زي بريتش بتروليوم تشتغل معانا، زي اكسون موبيل في امريكا، زي كذا شركه بداوا يجوا مصر يشتغلوا، وعلى امل ان هم ينجحوا زي نجاح اني. واحنا فعلا النجاح ده مشي ومستمر، وعملنا ساعتها منظمه بشكل متوسط، وبقت منظمه رسميه وانضم لها 7 دول وانضم لها دول اخرى بعد كده، وبقى في كيان، بقى في صوره مرسومه قدام العالم عن مصر، وبقت تيجي متصدره الاخبار عن الغاز، وخصوصا بعد ازمه اوكرانيا مع روسيا وانخفاض الغاز عالميا بالنسبه لاوروبا، وسعر الغاز ارتفع جدا، فكانت من هنا انطلاقه كبيره لمصر كمنظمه للشرق الاوسط للشرق المتوسط في الغاز. هل في منافسه لمصر في المنطقه دكتور؟ اكيد كان في منافسه، كان في كذا منافسه قبل كده، كان في خط غاز هيطلع من الخليج يروح تركيا ويطلع من تركيا لاوروبا، وكانت اسرائيل بتحاول تعمل خط غاز هي كمان، لكن في النهايه مصر هي الورقه الرابحه، وهي اللي ضمت الناس دي حواليها، وان هي النهارده اللي في الصوره. يعني لما نيجي نعمل مقارنه نقول ما قبل ثوره يناير مع رئيس السيسي اللي جه فيها والنهارده، انت قبل كده ما كنتش بتلاقي غاز للمصانع وكانت بتطفي وكانت، لما يجي حد النهارده يتكلم ويقول لك على طب انت النهارده بكهرباء بتطفي، كهرباء بتطفي النهارده كلام فارغ، لكن انت مصانع شغاله، حد شغاله بتصدر بتشتغل، فدي موائمات معينه عشان الشهر فيه حر شويه ولا حاجه، وموائمه مع الظروف الحاليه، لكن ما عدا ذلك انت عندك قوه كهربائيه تغطي ضعف اللي بنستهلكه. طيب يعني فيما يتعلق يعني بالنقطة محل البحث أو النقاش الرئيسي، وهي مسألة أن مصر تكون نقطة انطلاق لتصدير الطاقة لدول المنطقة أو العالم، سألت حضرتك عن بعض المنافسات فأشرت إلى خط الغاز أو خط تصدير ربما يأتي من منطقة الخليج العربي ربما، أو على حركة لا لا لا، ده كان مشروع زمان مع تركيا، مع تركيا، ده كان سبب مشكلة بينه وبين تركيا زمان، على اعتبار مين اللي هينفذ، لان لو تركيا نفذت الخط يبقى احنا بنشتغل بالزراعه غلط. لكن احيانا يا دكتور بنسمع عن بعض التعاون ما بين اسرائيل وقبرص واليونان في مجال الغاز، او انه تصدير الغاز واساله الغاز او ما شابه. كل اللي انت بتتكلم عليه ده فعلا واقع، ولكن ينقصه طب ده مش هيتناقض مع حتى لا 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 فكره لا 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 المشاركه لا ما بين مصر وقبرص واليونان، وانه الخطط الطموحه التي تحدثت عنها مصر وشركه شرق المتوسط؟ طب اديني فرصه اشرح لك بقى الحته دي. اتفضل. هو كان في حاجه اسمها ميد ايست، الخط ده اللي هو يطلع من اسرائيل مرر بقبرص ويروح اوروبا، على اساس يصدر الغاز ده. قال ليه؟ لان اسرائيل ما عندهاش منفذ تصدر منه الغاز، الغاز ده بيتنقل بثلاث حاجات، يا اما غاز سايل، يا اما ثرو بايبس، يا اما مضغوط، ما بيحصل من كده. الغاز الخلايا المضغوط الغاز السائل ما عندهاش معامل ازاله، وبالتالي ما تعرفش تعمله، وعايز تعمله هتكلف مبالغ طائله وتقعد 3 4 سنين تعمله. فالبديل بقى ايه؟ مصانع ازاله الغاز عندنا في مصر. فهم بيجروا يجيبوا الغاز بتاعهم، واحنا بناخده نعمله ازاله ونصدره. الخط اللي هيتعمل ده ميت اس ده فيه عليه محاذير تكلفته عاليه جدا، وبياخد له 6 7 سنين عشان يتنفذ. فبالتالي لسه ما اتعملش. والغاز المضغوط ما ينفعش يتعمل عندهم، لانه هيتنقل ازاي؟ مفيش عنده خط مواصلات ينقل، وبينقل الفاليوم قليل جدا. فبالتالي ما عندوش غير ان هو يجيب الغاز بتاعه ويديه لمصر تعمل له اساله. ليه بقى مصر اللي تعمل له اساله؟ لان في خط غاز كان موجود بنصدر بيه لاسرائيل، النهارده بيبقى عكسي، بيجيب من عندهم لعندنا استخدام عكسي، وبالتالي عنده الوسيله اللي يجيب بيها عندي وصدر، فاحنا بناخد منهم الغاز رخيص نعمل له اساله ونصدره، فده قيمه مضافه لمصر واضافه لنا لبلدنا وكلها. نرجع تاني بقى لموضوع الغاز للشركات الاجنبيه. اللي حصل امبارح ايه؟ بريتش بتروليوم جايه بتشتغل قبل الرئيس، هي اساسا لها حق اتول وبتشتغل في كذا حاجه عندنا. لقت ان الامور ماشيه كويس معاها. فجت بتضخ 3.5 مليار في سنتين ثلاثه، على اساس بتاخد منطقه وتشتغل فيها عشان تكتشف الغاز او البترول اللي هيطلع منها. وده يشجع ايه؟ يعني يقول ايه؟ لما شركه جايه
جربت عندنا وجاي تشتغل النهارده وتضخ فلوس وتشتغل معانا، ده مصداقيه لمصر، مصداقيه للي احنا بنعمله، مصداقيه لان في نجاح لشركاء. وبالتالي بتيجي الشركات الامريكيه والثانيه وغيرها وغيرها اللي بيشتغل بتوسع، ونفس شركه ايني بتتوسع. فده اللي احنا عايزينه، مجموعه الاستثمارات كلها تكبر، يبقى عندنا غاز كتير، عشان لما يبقى حقل غاز ينضب ولا يقل احنا يبقى عندنا الاضافه اللي جايه مكانه بنعمل له احلال عشان نعمل كميه كبيره من الغاز ونصدرها، يبقى احنا فعلا هب لكده، عشان ممكن نستخدم الناس دي كمان هيشتغلوا معانا مش في الغاز بس، هيشتغلوا معانا في الطاقه الجديده والمتجدده وخصوصا الهيدروجين الاخضر. لان احنا ده محور تاني، لكن قبل ما نترك فكره وجود الشركات العالميه في مصر، رئيس بريتش بتروليوم قال انه في الثلاث سنين الجايين في استثمارات اعتقد انه قدرها ب 3.5 مليار 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 دولار اعتقد. هل هناك قواعد عالميه حاكمه لمساله الارباح دكتور؟ يعني الشركه بتبحث عن حقل مثلا ونجحت في هذه الاكتشافات، مدى الربح التي تحققه من وراء مثل هذه الاكتشافات والدوله صاحبه الارض؟ لا، هو في سيستم موجود حاليا ان انت بتعمل استثماراتك وبتطبقها وبتسترد الاستثمارات دي تاني كتكلفه من ناتج اللي انت بتطلعه. يعني لو انت طلعت الغاز او وات ايفر بياخد هو 40% من الناتج ده يغطي تكلفه الغاز من هنا، وال 30% بتقسمه بقى 35 لهم و 65 لمصر. ده النموذج اللي معمول لحقل ايني، وده عشان نشجع. بس في فرق بين ده، يعني اللي موجود في البحر المتوسط الداخلي زي اللي اتعمل الوقت ده له تكلفه عاليه، اللي غيره اللي موجود في الارض بيبقى تكلفه ثانيه اقل. فبالتالي احنا بنوائم وين وين سيتويشن، يعني لازم الشركه اللي تيجي تبقى كسبانه واحنا كمان هنكسب معاها. يعني ده المعادله اللي بتعملها. وفي منافسات، يعني برضو الشركات ديت قدامنا فرص متاحه في اماكن ثانيه، واحنا كمان قدامنا شركات كتير نقدر نجيبها. فبالتالي بنبقى موائمه بين اللي بيدير الموقف نفسه مع الشركات ديت واتصالاتك معاها، وهم بقى بيفضلوا ايه؟ انك انت عندك سوق كويس. يعني لما يجي يعمل عندنا غير اسرائيل النهارده، اسرائيل لو اكتشف عنده غاز هيبيعه ازاي ما يعرفش، لكن في مصر يقول لك عندها استخدام داخلي وعندها ان هي خط الغاز، خط الاساله اللي موجود محطتين اساله، يبقى انا وعندها السوق موجود. فانا ده بيخف علي اعباء ان انا مش هقف، يعني السوق بتاعي شغال. دي مميزات لمصر، عندها استقرار سياسي، دي مميزات لمصر. صعب يكون عندنا بعض الشركات المصريه في مجال البحث والتنقيب؟ عندنا ازاي؟ عندنا شركات مصريه بتشتغل وبتبحث وبتشتغل كل حاجه. ويعني مثلا حفل دور ده ايه فكره استخدام بعض الشركات العالميه طالما في موجود شركات مصريه؟ لا، الشركات العالميه ديت عشان النو هاو والتمويل. يعني هم عندهم الفكر وعندهم التمويل. لكن احنا عندنا ناس عندها مدربين، يعني عندنا شركة بتروجيت وعندنا كذا شركة بتشتغل، وهي اللي قامت بمعظم الأعمال للشركات الأجنبية. يعني الشركات الأجنبية بتجيب في عمالها وتيجي تشتغل هنا. هو الشاهد هنا بس يا دكتور محمد إنه يكون يعني الربح مصري خالص، يعني الأرباح اللي تتحقق من وراء الاكتشاف تكون مصرية خالصة، تكون الشركة مصرية. احنا أقول لك ده فكرة خاطئة. يعني إيه مصرية خالصة؟ ما لازم أنت تتعاون مع الناس وهم الناس تكسب وأنت تكسب. المنظور ده ان انا بقى مصر خالص ومصر بس ومصر هي اللي تعمل ومحدش يجينا من بره وده استعمار، دي نظريه قديمه انساها خالص، ان دي جابتنا ورا. احنا يهمنا ان احنا نطور من شغلنا، نكبر من حصتنا، ولكن لابد ان نستعين بالشركات الاجنبيه، لابد ان نستعين بالخبره الاجنبيه. تمام، وجهه نظر حضرتك وطبعا انا احترمها، وانا بشكرك شكرا جزيلا طبعا على هذه المشاركه معنا دكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعيه مستثمري الغاز، خبير الطاقه العالمي، شكرا جزيلا لك. نقطه الختام في هذه الحلقه النقاشيه، ضيفتنا الكريمه الاستاذه ايريني سعيد، الكاتبه الصحفيه والباحثه في العلوم السياسيه. اهلا بك استاذه ايريني. تحياتي لحضرتك وسلم مشاهدينا. حضرتك مسك الختام في هذه الحلقه النقاشيه، فهنجمع شتات بعض الافكار مع حضرتك ما بين يعني بعض الامور الاقتصاديه وبعض الامور السياسيه اذا اذنت لينا. لا اكيد. طيب اجمالا شايفه يعني ملف الطاقه والنجاحات التي حققتها مصر في ملف الطاقه الى اي مدى
وحجم المنافسه ربما التي تواجهها مصر لتحقيق بعض الاهداف الطموحه التي تسعى لتحقيقها، انها تكون نقطه تصدير للطاقه لدول المنطقه، خاصه اذا ما وضعنا في الاعتبار انه ربما يكون لدى بعض الدول المحيطه ايضا نفس الطموح. ولا اخفي سرا ان الجزائر مثلا تسعى لكي تكون ايضا واحده من الدول الواعده في هذا المجال، وهي حققت بالفعل نجاحات حقيقيه يعني. خليني بس أأكد أنه أي فعالية مبدئيا لو هنتكلم عن دور ريادي المصري في مجال إنتاج الطاقة، مش هقدر أتكلم عن أي فعالية غير لما أتكلم بالأرقام، هي اللي ممكن تأكد لي حجم مصر وحجم رياديتها في هذا الأمر. عايز أأكد أيضا أنه مصر وهي تتحرك في استثمارات الطاقة هي تتحرك من منطلقين، الأول هو تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر من جانب، والجانب الآخر تنمية قطاعات الاستثمارات في الغاز والبترول. هذين الجانبين بيحتاجوا من مصر استثمارات، حجم بنية تحتية، تحركات وعلاقات، وكلها أعتقد أن مصر ماشية فيها بطرق متوازية. يمكن بنأكد أن مصر عندها مجموعة من العوامل الجيوسياسية والطبيعية والاستراتيجية مكنتها من هذه الاستثمارات أو التحرك في هذا الاستثمار وبهذه القوة. عندي ايدي عامله، عندي مناطق وبنيه تحتيه تحركت من قناه السويس ومن الضبعه ومن العين السخنه، وعندي مناطق اقتصاديه على البحرين الاحمر والمتوسط. من هنا قدرت مصر انها تحط البنيه الاساسيه والقاعده. عندي حجم استثمارات مع شركات يعني غربيه سواء بريطانيه او ايطاليه، ايني اكسون غيرها من الشركات اللي ممكن ان انا اعول عليها في البحث والتنقيب واسناد بها الاتفاقيات. اللي عايزه اكد ليه في هذا السبب انه مصر عندها حجم استثمارات فيما يخص قطاع الهيدروجين الاخضر ربما الاولى على مستوى افريقيا، وبلغت حجم استثماراتها في هذا الامر ما تخطى ال 45%. عايزه اقول لحضرتك 45% من الاستثمارات العالميه وليس حجم استثمار مصري، فده رقم يعني نقدر احنا نتوقف عنده ونعول عليه في فعاليه مصر في هذا السبب. عندي قطاع الوقود وقطاع الطاقه والغاز في مصر ربما هو ثاني اكبر قطاع في الاستثمارات. انا بصدد مجموعه من الارقام المهمه جدا اللي بتحطني على الطريق فيما يخص تعامل مصر مع هذه الاستثمارات. طبعا لقاء امبارح بياكد انه مصر ماضيه فيما يخص الاستثمارات الاجنبيه، استقبال هذه الاستثمارات واستقبال هذه الدول بما لديها من خبرات وبما لديها من شركات. انا شايف انه ده في انفتاح مصري مهم جدا من شانه انه يعزز استثمارات مصر. عظيم. واحدة من النقاط أستاذة إيريني ربما طرحتها للنقاش مع ضيوفنا على امتداد هذه التغطية هي فكرة مردود كل هذه النجاحات أو هذه الاكتشافات، مردوداتها الاقتصادية وهذه الأموال الضخمة التي تجنيها مصر من وراء هذه النجاحات مردودها اقتصاديا على الداخل أو على الشارع المصري. بالتأكيد حركة صحفية بتتواجدي بين الناس، يعني المهم بالنسبة لهم انه كل هذه الامور تترجم لشيء من حياه الرفاهيه او الحياه الميسره بالنسبه ليهم، خاصه في الامور المرتبطه بمنتجات الطاقه. الى اي مدى شايفه يعني تاثير ده في الشارع المصري؟ هو فيما يخص الحديث عن المواطن المصري احنا بيكون عندنا نوع من الاحساس كبير جدا بالمواطن المصري. عايز اكد لحضرتك انه الدول والانظمه تعد وتقام من اجل المواطن المصري، فأي تحرك لازم أحطه هو الفكرة الأساسية، احتياجاته هي الأهم. وأنا شايفة أنه كان في تحرك من أكثر من شهرين، هي وقفنا بعض التصدير أو قللنا من التصدير من أجل إشباع السوق المحلي. عايزة أقول لك إحنا في أكثر من 5 سنوات يمكن أجمعنا احتياجات السوق بما يتجاوز، تمام، بس ما حصلش انخفاض للأسعار. أنا جاية لحضرتك، أنا أشبعت السوق بما يعادل 692 مليون طن. عايزة أقول إنه الحياة كريمة وتحركات حياة كريمة ومشروعات حياة كريمة، لما بوصل الغاز مستهدف عندي 1000 قرية، لما بوصل لأكثر من 500 ألف وحدة الغاز، ربما هذا الرقم يقارب أو يقل للغاز الطبيعي للمواطن. فيما يخص الأسعار وفيما يخص التضخم، أنا شايفة إنها ليست قائمة على قطاع أو استثمار بعينه، لكن هي مجموعة من القرارات الدقيقة جدا السياسية والاقتصادية اللي محتاجين إنها يتم تنظيمها من جانب الجهات المعنية والمجموعة الاقتصادية. أعتقد إن بعض القرارات السياسية والاقتصادية من شأنها إنها تشعر المواطن، وليست استثمارات قطاع بعينه، أو ليست ربما أنا أحقق فائض، ربما أنا أحقق إنتاج، ربما أحقق دخول تجاوزت المليارات، لكن كيف تصل هذه الدخول هي قرارات سياسية واقتصادية بالأساس.
عظيم. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركه المجازه معنا، لكن ان شاء الله اجمعنا بحضرتك لقاءات اخرى ممتده في ملفات اخرى للنقاش والتحليل. الكاتبه الصحفيه الاستاذه إيريني سعيد، الكاتبه الصحفيه والباحثه في العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننهي هذه التغطية الخاصة بملف الطاقة كما أوضحنا في بداية هذه التغطية الإخبارية الخاصة، ولكن كما تعلمون الأحداث تتوالى وتتلاحق، ونحن هنا في قناة النيل الأخبار نتابعها أينما كانت. واحد من الأحداث المهمة التي أيضا ربما حدثت في الساعات الأخيرة هو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان. في تفاصيل هذا الخبر الذي جاءنا الآن، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك لدى وصوله مطار العلمين الدولي. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. للمزيد من المتابعة لهذا الموضوع وهذا اللقاء وأيضا الملف السوداني، أدعوكم لترحيب معي بدكتور حامد فارس الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور حامد. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يقينا هذا اللقاء عندما يجري على الأرض المصرية على هذا النحو له دلالات مهمة، فما الذي يمكن أن نتوقف أمامه في ظل تصاعد الأحداث ويعني ارتفاع وتيرة الاشتباكات العسكرية على الأراضي السودانية؟ هذا اللقاء الذي جمع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان برئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا هذه الزيارة بتحمل الكثير من الدلالات الهامة، خاصة أنها تعتبر المحطة الأولى للفريق البرهان بزيارته إلى مصر، ودلالة على مكانة مصر الكبيرة، على أن مصر لديها الكثير لتقدمه للقضية السودانية، أن مصر لديها رغبة حقيقية في العمل على وقف إطلاق النار وإيجاد هدنة حقيقية، أن مصر تسعى بكل قوتها من خلال سياستها الثابتة إلى عدم وجود أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدولة السودانية، مما سينعكس بشكل إيجابي على عدم إطالة الحرب في السودان وإيجاد تفاهمات حقيقية تكون دافعة لإيجاد صيغة توافقية يتفق عليها الأطراف في السودان وصولا إلى استقرار الأوضاع وإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم المستمرة في داخل السودان. مصر أكدت مرارا وتكرارا أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في السودان وتدعو إلى تهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار. هل يفهم ضمنيا من خلال هذا اللقاء على هذا النحو أن مصر ربما لديها خطط جديدة لتهدئة الأوضاع أو خطة جديدة للوساطة أو ما شابه؟ في ظني وتقديري أن لقاء اليوم بين فخامة الرئيس السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان سيبحث عن كيفية إيجاد مخرج حقيقي للأزمة في السودان، خاصة أن مصر هي من أكثر الدول المعنية بالأزمة السودانية، لما لديها من ارتباط وثيق مع الشعب السوداني والدولة السودانية، باعتبار أن مصر هي امتداد حقيقي للسودان والسودان هي امتداد حقيقي للدولة المصرية، في ظل أن هناك حدود مشتركة وهناك روابط الدم والتاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى أن مصر هي من أكثر الدول التي قدمت خدمات وفتحت معابرها إلى الأشقاء في السودان، استقبلت أكثر من 300 ألف مواطن وشقيق سوداني على أراضيها، بالإضافة إلى أن حتى قبل بداية هذه الأزمة تستضيف مصر على أراضيها وداخل المدن المصرية أكثر من 5 مليون مواطن سوداني، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تريد من خلالها الدولة المصرية رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.
مصر ايضا تتحرك في، اذا اتفقنا على انها منظومه او في جهود تبدا من قبل دول الجوار، هل الدائرتان منفصلتان يا دكتور ام انه هناك تواصل او تكامل ما بين ما يبذل من جهد مصري وما يبذل من جهد من قبل دول جوار السودان لاحلال التهدئه في الاراضي السودانيه؟ لا يمكن فصل الدور المصري او الدور اللي بتلعبه الدوله المصريه عن دول جوار السودان، على اعتبار انه منذ بدايه هذه الازمه كانت هناك زياره هامه لوزير الخارجيه المصري لدول جوار السودان وتحديدا لتشاد وجنوب السودان للتنسيق والتشاور فيما يخص كيفيه رفع المعاناه عن الشعب السوداني وايجاد حل شامل ووقف اطلاق النار في السودان. ثم بعد ذلك قامت مصر بعقد مؤتمر لدول جوار السودان وشاركت فيه كل الدول، سبعة دول شاركت في هذه في هذا المؤتمر، وبثق عنه اللجنة الوزارية اللي تبحث عن كيفية تنسيق الجهود والمواقف المصرية مع دول جوار السودان لإحلال السلام في منطقة القرن الأفريقي. وده اللي شاهدناه منذ أيام قليلة من انطلاق وزير الخارجية المصري سامح شكري الى دوله تشاد للمشاركه في هذه اللجنه الوزاريه لكيفيه تنسيق الجهود وترتيب المواقف، وبالتالي كل المبادرات اللي تم طرحها حتى المبادره السعوديه وبدعم وبرعايه امريكيه كانت مصر منفتحه عليها في سبيل تنسيق المواقف العربيه لايجاد تفاهمات حقيقيه لخدمه الازمه السودانيه. طيب اجازه يا دكتور، لانه ربما انضمام حضرتك لينا بياتي مواكبه للخبر وليس لدينا مساحه كبيره للتحليل والنقاش، من الممكن ان شاء الله نسعد بحضرتك في بعض اللقاءات الاخرى. بشكل موجز شايف تطورات الارض، التطورات على الارض في السودان كيف تنظر اليها، وهل هي تؤشر الى مزيد من الاحتقان والتصعيد وتعقيد الازمه؟ أما أنه ربما يكون هناك انفراجة بشكل أو بآخر. في ظني وتقديري هناك شواهد ظهرت في الفترة الأخيرة، سواء من انتقال الفريق البرهان وزيارته إلى مدينة بورتو سودان على البحر الأحمر، ثم بعد ذلك قام بزيارة إلى قاعدة فلامينغو البحرية العسكرية أيضا بمنطقة البحر الأحمر، ودي دلالة كبيرة. وشفنا الحفاوة الكبيرة اللي لقاها الفريق البرهان من الجيش السوداني، وده دلالة على أن الجيش السوداني ما زال متماسك وبأن المعركة يعني قاب قوسين أو أدنى من أن تحسم للجيش السوداني، لأن هذه التحركات لا تتم إلا إذا كان هناك تنسيق أمني قوي وبأن هناك تأمين للفريق البرهان، ودي دلالة على أن الجيش السوداني بدأ يسيطر على الكثير من المساحات في الولايات السودانية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور على هذه المشاركة. دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. بهذا ننهي هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على مدار الساعة. بعد قليل تأتيكم الزميلة دينا قنديل في فترة إخبارية شاملة، أرجو أن تبقوا دائما معنا.